دويات نمشي لحقيقة الأمر. شنية الحكاية بالضبط هذية وعليش في التايمينج هذية؟ ثم السؤال الثاني اللي بعد هذا مباشرة، خويا الأسعار غالية برشا متاع الغلة التونسية متاعنا احنا متاع الخضر الموسمية اللي في وقتها، عدة أشياء تطرح لينا حاجات ما لقينا لهاش إجابات. خلنا ناخذوا من عند ليزوبيراتور الفعليين، انتوما كنقابة فلاحين. أولا سي حاتم، نجاوبك على سؤالك الأولاني اللي هو يتمثل في هذا الحدث اللي هو الحدث عظيم تاع عبد الله وأصبح معنا كل والبطيخ عائلته هذا، على خاطر هو من العائلة متاع القرايات، ولذلك فهمتني ولا لا. هات خلينا نشوفوا شنو هي الحكايه اللي موجوده تو وكيفاش وقع فيها التداول هذا، معناها في ولد قضيه ولا قضيه، معناها ولد راي عام معناها. ولذلك معناتها نحن من موقعنا كنقابه الفلاحين ناكدوا اللي الدلاع راهو معناها فيه معناتها سلامه كامله واستهلاكه ما يعرض حتى خطر على صحه الانسان. ولهنا وقع خلط بين الدلاع البدري والدلاع يعني الفصلي اللي هو شمسي. ثم حاجة فهمتني لازم أنه المستهلك والمواطن بصفة عامة يكون يعرفها، بناء وهذا نحكي فيه بناء على تجربتي فيه في القطاع. وأنا كمزارع نعطي بسطة وماذا بيا معناتها شوية وقت باش أخلي المستمع يفهم وخلي المستهلك يفهم وخلي دورنا احنا زاد نوضح موقفنا كمزارعين. بيت الدلاع، بالنسبة للدلاع ما نجموش نطالبوا بدلاع في أبريل، وفي معناتها ينجم يكون حتى ما قبل أبريل في مارس، ونقولوا يلزمنا ناكلوه دلاع طبيعي. مش معناتها راه مش صحي، لا صحي، أما ما نجموش ناكلوه يعني طبيعي. بناء علاش؟ على خاطر هو مزروع في البرد. الدلاع هو تزرعه من هنا يحضر من هنا، هذا يعني ما عنده وقت معين ياخذه، يعني هو كيحضر لك، هو كيحضر لك في مارس، راه هو مزروع في ديسمبر، مزروع في نوفمبر، وبناء على ذلك كي باش يتزرع بكري يلزم يتزرع تحت البكورات، وكي باش يتزرع تحت البكورات مزروع في غير فصله، وكي مزروع في غير فصله باش يجيك متغير، بناء على ان القشره في حد ذاتها تكون خشينه، القشره تاع الدلاع تكون خشينه، وكي تكون القشرة خشينة ما يخلش الشمس، يعني كفايته من الشمس باش ما يصير وما يصيرش النضج الطبيعي. وهكاك شنو يتبدل؟ يتبدل الطعم، ما تلقاش وهو تاع يعني دلاع جويلية واخر وحتى ديبي اكتوبر. هذا يلزم المواطن يفهمه او المستهلك يفهمه، ما واش صحي راهو، راهو صحي، تبقى ما تلقيش الطعم العادي على خاطر في غير وقته. نعطيك في معناتها باش نحوصلوها، ما تنجمش تطلب العنب في ديسمبر وتقول ناكله طبيعي. باهي واضح، ما فهمناها العمليه هذه فهمناها، لكن صحيا نعطيني، هل المتاع البكورات ولا هالمنتج في البرد والدلاع متاع جويليا وقود صحيا معنا حتى مشكل بالنسبه للي ياكلوا فيه وانتم ما تاكلوا فيه زي كفلاحه تزرعوا فيه؟ معناها طمنونا على هذا، ما عندنا حتى مشكل. وهو الدلاع شنو هو قاعد يستهلك؟ هو يستهلك، تنجم تصير حالات نتاع معناتها عدم استعمال المواد معناها الفوسفات الكومبوزيه هذه نجم يكون معناتها كثره نتاع استعمال، لكن هذا ما يؤديش الى انه نقول وراه هذا فهمتني يعمل مشكل صحي، وهذا ديجا اكدت فيه السلامه الصحيه فهمتني اللي راهو ما فيه حتى مشكل. تنجم تتغير الحموضه نتاعو، تنجم فهمتني يتبدل شكله، اما ما هوش الى درجه انه نوصلوا به انه نعملوه قضيه راي عام، الى درجه انه نخوفوا الناس ويعني ونضربوا قطاع كامل فهمتني، يصبح معناها المنتجين الكل في حيره من امرهم، ويصبح ب 200 مليم وب 150 مليم، منين باش يرجع كلته هذا؟ سمعني يبيع فيه الفلاح 200 مليم و 150 مليم. 200 مليم الفلاح يبيع فيه ب 200 مليم.
وهذا إذا هزوا عليه ويهزوا 200 مليم يهزوا الماس يهزوا الخشين الآخر كجوايد ما نحكوش عليه فهمتني. ما هو مناش مسؤولين بعد الكيلو ما كان بدينارين يا صاحبي. أي نعم أي نعم أي نعم ومناش مسؤولين على خاطر توي نجم المستمع يقول لك لا مش صحيح هاو في السوق ب 800 بدينار. مناش مسؤولين على اللي موجود في الشارع. أما إحنا كمنجين في داخل الضيعة كنبيعوهم بيعوا فيه 200 مليم و 250 مليم حتى ل 300 مليم. وإذا كهذا الخشين ولا أنقص هذاك النجم نبيعوه ب 100 مليم وب 150 مليم لهنا الغلام تاع الغله كامله وحتى الطماطم والفلفل والخضره اللي تجي في الصيف شنو هو السبب نتاعو يا استاذ ميداني الضاوي رئيس نقابه تونسيه الفلاحين؟ هو شوف هذا لا شك ولا جدال فيه موضوع قديم جديد هو هذا يعني الحلقه الوسطى نتاع التجار والقشارة وكذا لأنه الفلاح أنا بيدي تحكي معايا أنا منتج طماطم هاني نخرج معناتها ما شاء الله قداش تبيع في طماطم أنت كيلوها قداش هاي سيدي؟ أنا بيع فيها 280 مليم 270 مليم شنو دخلها والله شريتها ب 1800 والله كيلو ما ناش مسؤولين في 1800 شي حمل في يا سيدي هاي في 1800 احنا في رانا في الطنبك نتاعها فهمني نشرب 1800 هذا راهو ما تراهو هذا يتحملوا في الفلاح تحمله في المنتج أكثر من طاقته بناء يعني على أنه هو في موسم وتيخمش كون فاسد عليه طماطم توا فهمتني ايش نوع 18% ايه ذيك حلقة احنا مناش مسؤولين على الدور الرقابي متاع الدولة تقوم دورها شو 18% هذا كموزاد يتحسب عليا انا وليت متهم كمنتج بناء يعني على اني نبيع فيها 18% وفي الحقيقة ما سمعش منه الكلام هذا ولذلك ولينا معناتها لا يكفينا انه خاسرين في القطاع ولا يكفينا انه متهمين ان نبيع فيها 18% و 15% لا سيدي موش هكا نبيعوا فيها ب 800 و 700 هذا ما سمعش منه انا منتج نحكي معك اللي في وقتها العنب بوقته توا ولا لا الخوخ وقت طوى ولا لا مازال ما هوش وقت ابط فهمتني ينجم العنب يدخل معناتها 15 يوم 20 يوم يدخل هذا ما ينفيش اللي راهو ثم نقص في بعض معناه في اغلبيه الغلال هذه مثلا العنب تراجع مثلا الخوخ تراجع وكان شفتوا الخوخ فهمتني معناه سنوات التالي يخدم 300 مليم ب 400 مليون مليم اليوم صح 3000 اليوم 6000 يا صاحبي 6000 ديما ما نحكوش على الشارع ايش يبيع من الفلاح ينجم يبيع قداش تبيعه يا فلاح انت الفلاح يبيع الفلاح وانا بحلايا فلاح منتجين نتاع خوخ باعوه ب 1800 وباعوه حتى للدينارين ما ثماش اكثر من هذا مناش مسؤولين على الأسواب اللي هي مرتفعة أو التجاوزات هذه مناش مسؤولين عليها مش دورنا رقابي دورنا منجينا الكرموس وصل 25 دينار الكيلو هل هذا معقول؟ هذاك بناء على المادة احنا ما نبيعوش ب 25 دينار الساعة هذا معناها لا شك ولا جدال أني معلومة هذه ما تلزمناش أصلا ثم هذا راهو دليل على تراجع الإنتاج هذاك راهو تراجعت فيه الحلقة كاملة تراجعت فيه هنا نطرح السؤال ليش وقع التراجع؟ ليش نبقوا كل عام واحنا نقولوا هاو بينا وعلينا وهذا القطاع هذا مضروب وهذا زاد وهذا ارجع لاصل الحكايه ارجع لاصل الحكايه علاش تراجع الانتاج؟ شنو الاسباب نتاع تراجع الانتاج؟ عالج بتروي عالج برؤيه معناتها مستقبليه انك تنجم تنهض القطاع. واضح شكرا ليك ضاوي الميداني ضاوي ننتظر راهو جايتك لتونس انت تكلم فينا مباشرة من سيدي بوزيد الان نحبوك تجيب حدانا ونفصل هالموضوع هذا بالتفصيل ونشوف نرجع للأصل كما قال هو ونطرح القضايا مع رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني ضاوي